سيبيراني من الهجمات الإلكترونية وبالتنسيق مع مخبر الدراسات والبحوث في قانون الأسرة والتنمية الإدارية ندوة علمية وطنية بالعدوان على غزة ميزان القانون الدولي الإنساني وكذلك للأحداث الراهنة التي تستهدفها فلسطين مجاراة لهذه الندوة برئاسة الدكتور داود كمال وتحت رعاية عميد الكلية ضجة فواز. ولعل ما خير نبتدئ به هذه الندوة تلاوة آية من بينات من ذكر الحكيم للشيخ الطالب ومدح خليل فليتفضل مشكورا غير معذور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.
وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. أقدم شكري واعتزازي لكلية الحقوق التي قبلت أن نقوم بمثل هذه المظاهرات أو التظاهرات العلمية، وهي الندوة العلمية المرسومة بالعدوان على غزة في ميزان القانون الدولي الإسلامي. سوف لا نطيل عليكم لأن الأساتذة الحضور سيطرحون ما يرون مناسبا بمناسبة هذه الندوة، إلا أن القول الذي أقوله أننا أصبحنا نحن كأساتذة في القانون الدولي نستحي عندما نتكلم عن القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي العام، وهذا انطلاقا من انتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في غزة، وكما خرق النصوص القانونية المتعلقة بالاتفاقية الدولية. إن القانون الدولي الإنساني الذي يطبق في فترة النزاعات المسلحة أصبح غير مفعل من الناحية الوطنية، لأن إسرائيل وكذلك الدول الأخرى لا تحترم هذه القواعد المتعلقة باتفاقية جنيف الأربعة والبروتوكولين
القرن الثاني لسنة 1977. وعلى هذا الأساس يمكن القول أن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني تشكل جرائم بموجب النظام الأساسي لروما، وهو ما سيتناوله الأساتذة في تدخلاتهم، إلا أن فعالية المحكمة الجنائية الدولية في القيام بمحاكمة هذه الجرائم تبقى مرهونة بالاعتبارات السياسية أكثر منها قانونية. وحتى لا أطيل عليكم أشكر الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، أولا أرحب بالحضور الكريم الأساتذة الأكارم الذين أتوا من خارج جامعة مسيدة، كما أرحب بالسادة الأساتذة والمختصين بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مرورا إلى ترحيبي بطلبتنا الأعزاء طلبة كلية الحقوق في جامعة محمد بن زياد بمسيدة، نيابة عن السيد العميد. أتقدم لكل هؤلاء بالشكر الجزيل لحضورهم لهذه التظاهرة العلمية التي بالحقيقة هي أقل ما يمكن أن نتذكر به زملائنا أو أخواننا في غزة لاسترجاع تلك الهيبة وذلك الزمن الجميل، زمن التضامن العربي، ولإحياء ما يقال فقط وما يكتب عن التضامن العربي المشترك واللغة العربية والدين الذي يجمعنا بأخوتنا في قطاع غزة. طبعا جاءت هذه الندوة كما قلت كشيء يسير أقل ما يمكن أن نقوم به بكلية حقوق وعلوم سياسية نحو هذا العدوان الغاشم على الإخوة في فلسطين. فجاء العدوان على غزة في ميزان القانون الدولي الإنساني ليكون مناسبة لطلبتنا الأعزاء وكذا للأساتذة المختصين بالقانون الدولي الإنساني ليتفضلوا ويتقدموا بمداخلاتهم للشرح في وقت كنا نقول ازدواجية المعايير، لكن الآن أصبح العدوان مفضوح، ولا نقول ازدواجية، ممكن هو انتهاك صارخ لأبسط حقوق الإنسان، الحق في الحياة. باسمي، باسم العميد، باسم الأساتذة، أساتذة كلية الحقوق في جامعة مسيدة، باسم كل منتسبي كلية حقوق في جامعة مسيدة، أعلن الافتتاح الرسمي بهذه الندوة راجيا من الله عز وجل أن يوفق كل المتداخلين فيما يقدمه من مادة علمية لإطراء هذه التظاهرة العلمية. وشكرا لكم مرة ثانية على حضوركم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأشكر القائمين على هذه الندوة خاصة الدكتور داوود كمال. وفي الحقيقة كما ترون في البرنامج المثقف أمامكم، أنا لا لست يعني موجود في البرنامج، قالوا علي التدخل يعني كلمة ارتجالية، ولكن هذا شرف كبير أن تكون مناسبة التدخل يعني تتعلق بفلسطين. وكذلك الحمر أليت على الأقضى ولا أجلس والصامدون على الثغرات في غزة. الحقيقة والله أسبقكم القول أني عندما أنطق بكلمة فلسطين أحس في اللحظة ذاتها هذه بقشعريرة، يعني ماذا قدمنا لفلسطين. يعني على كل أنا ما يحوز في قلبي هو التذكير انطلاقا من قوله سبحانه عز وجل فذكر الذكرى تنفع المؤمنين، التذكير بالمناظرة الكبيرة التي تدور يعني في وسائل التواصل يعني في الجرائد في كل شيء، كلما علا صوت السلاح في غزة إلا وعلت أبواق المغربين عن موقف الجزائر من القضية الفلسطينية.
تنبيه إلى أن فلسطين ليست قضية. فلسطين ليست قضية. ولشرح هذا ينبغي التذكير بأن كلمة أو عبارة قضية فلسطينية نشأت في السبعينات، وأول من تطرق إليها الملك عبد العزيز في السبعينات قضية فلسطينية. وهناك من يرجع من العلماء قضية فلسطين إلى نهاية القرن التاسع عشر منذ قيام المؤتمر الصهيوني العالمي سنة 1897. ولكن في الحقيقة ويقولون بأن هذا النزاع فلسطيني إسرائيلي، وهناك من يقول هو نزاع عربي إسرائيلي، ولكن الحقيقة هي غير ذلك. إن فلسطين وليس القضية الفلسطينية، إن فلسطين بالنسبة للجزائر يعني الموقف الرسمي والشعبي يعني لا يحتاج إلى تدليل. وأصدق دليل على أن فلسطين في قلوب الجزائريين حتى في مباراة كرة القدم نجد المراسلين الجزائريين في الجزائر يراسلون الفريق الفلسطيني ويراسلون الفريق الجزائري، عكس يعني هذه سكيبوليا يعني ممكن حتى الفريق يأتيه فريق ضيف ويناصر الضيف على حساب فريقنا. أما على مستوى العلماء فيكفينا بتذكر قول العالم وإمامنا طيب الله تراه الإمام الإبراهيم الذي قال، لم يقل إن قضية فلسطين، أنصتوا جيدا من فضلكم، قال إن فلسطين. ولهذا عندما نتحدث عن فلسطين ينبغي أن نقول فلسطين وليس قضية فلسطينية. إن فلسطين وديعة محمد صلى الله عليه وسلم عندنا، وأمانة عمر الخطاب في ذمتنا، وقبيلة الإسلام في أعناقنا. يكفي هذا القول قول الإمام بشير إبراهيمي للتعبير عن مكانة فلسطين ومكانة هذا النزاع مع العدو عندنا. وإن نظرنا إلى الموقف الرسمي فذلك يتلخص في قول الرئيس الراحل هويب مدين الذي قال جملة صارت شعار، إن فلسطين نحن مع فلسطين ضارمة أو مظلوم. هذا يلخص الموقف الرسمي بالرغم من اختلاف البعض واختلاف يعني ولهم حق مع المنظومة السياسية التي تعاقبت منذ الاستقلال الآن، إلا أن جميع الحكام الذين تدولوا على السلطة في الجزائر منذ الاستقلال اليوم كلهم لم ولو نحن لا نعلم الغيب، ولكن لم يتجرأ أحد منهم أن يحيد عن موقف الجزائر من فلسطين. ولعل أهم قول هو شعار نحن مع فلسطين دائما ومدوما. إخوتي الأعزاء أخواتي، إن فلسطين قضية ليس قضية حتى من منظور القانون الدولي. هي 5 ملايين إنسان يعيشون تحت دير الاستعمار الوحيد الذي تبقى في هذا الزمن. إن فلسطين لو شئت أقول فهي لو شئت تسميتها بالقضية هي قضية عقدية، وهذا ليس عندنا نحن المسلمين فقط، حتى اليهود والنصارى الذين تكاتفوا على الحرب في غزة اليوم. عند اليهود يؤمنون بإقامة هيكل سليمان ويؤمنون بأنها أرض الميعاد،
وكذلك النصارى يؤمنون بأن بعقيدة الاجتماع الألفي، يعني يؤمنون في كتبهم بأن على اليهود يجب أن يجتمعوا في فلسطين حتى يتمكن المسيح من النزول ويحكم العالم لمدة 1000 سنة. وكذلك نحن المسلمين، هي قضية فلسطين لا يستطيع المزايدة علينا نحن كجزائريين، حتى الفلسطينيين ذاتهم، حتى الذي ولد في غزة لا يستطيع المزايدة ويقول إن قضيتنا نحن قبيلة. لا، نحن نؤمن وعقيدة راسخة بأن فلسطين قضية. أنا كجزائري تقول ليش فلسطينيين أولى منك، ما تزايدش عليها فلسطين كان. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هي قدس الأقداس، هي أرضنا، أرض إسلامية. وقبل الختام أعوذ بالتذكير فقط الموقف الرسمي، ولست أهملتي نصف الضع، أنا أستاذ وإن شاء الله أنوج أستاذ. أنا فقط أذكر، يعني لابد أن الإنسان يقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت. الجزائر يعني منذ الاستقلال، بعد الاستقلال مباشرة قامت بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ككيان وحيد يمثل الشعب الفلسطيني. كذلك إعلان الاستقلال في 1980، كذلك في هذه السنة فقط في سبتمبر الرئيس الحالي عندما دعا في الجمعية العامة، وهو موقف مشرف، دعا الجمعية العامة بضرورة إقامة يوم للتصويت على أن فلسطين دولة كاملة عضوية في الأمم المتحدة، لأنها إلى حد الآن فلسطين هي عضو فقط مراقب. وكذلك المواقف يعني لا داعي إلى حصرها، يعني ربما لا يتسع المجال في محاضرة كاملة، فما بالك في وقت ضيق. وربما قد أقمت، واستسمحكم الله، والسلام عليكم.